زايد زايد مش زايد غيره مقابيس الحمية أظل من ظل الجرايد لبلاده. مشاهدينا متابعينا الكرام، ما تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يتواجد هذا الشوط، شوطنا الثاني والعشرون، يحمل تحديات الأبكار المهجنات الأصايل. نبدأ مع المركز الأول ومع البداية الأولى، عوايد عبد الله بن مبارك، والثاني الكتبي مع البداية الأولى، والمركز الثاني حشيمة لفهد بن فهيد بن علي الهاجري يتواجد في هذا الشوط. والمركز الثالث هناك منول عامر بن قانوش بن محمد العامري بشعارك يا بن قانوش، بالشعار الخطير وبالشعار المميز. هناك الحايز على أشواط الحجاج، الشوط الأول الرئيسي في ميدان التلة بهذا الانطلاق الممتاز. ولكن المركز الرابع هناك الوصول من دبي لناصر بن حمد بن سباع السعدي، يقدم لنا دبي في هذا التحدي المميز والرائع. والمركز الخامس هناك غزلان لسلطان بن عبد الله بن محمد بن رفيع الفلاسي، يقدم لنا غزلان في هذا الشوط. وايضا هناك غطرسه لسلطان بن يعروب بن علي الكتبي، يقدم لنا غطرسه في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل. وايضا الوصول في هذه اللحظات على المركز السادس من راهيه المبارك بن احمد بن خزع العامري. وايضا هناك بن سرداح مع المركز السابع مع مهابه لسالم بن سعيد بن سالم بن عمير الكتبي، يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم بشعارك يا بن سرداح بهذا التحدي الرائع والجميل. والمركز التاسع هناك الوصول من الشبلة لسعيد بن سهيل بن زفنة بن سهيل الحرسوسي، وهناك أيضا دارية من تتواجد العبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي، يقدم لنا دارية في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل في هذا الانطلاق الممتاز والرائع والجميل في هذا التحدي المميز والرائع. نعود إلى البداية ونعود إلى بن قانوش، نعود إلى بن قانوش وإلى انطلاقات هذا الشعار وإلى تحدياته الجميلة وإلى انطلاقاته المميزة. هناك منوة نوت إلى المراكز الأولى، منوة عامر بن قانوش بن محمد العامري يقدم منوة في هذا الشوط. لكن التغيير من اللي غيرت وبدلت مع البداية الأولى، عوايد عبد الله بن مبارك بالثاني الكتبي يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم الجميل والرائع مع عوايد المعتادة على المراكز الأولى، المعتادة على المراكز المتقدمة. لكن حشيمة فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري يتواجد على المركز الثاني إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط. راهية في المركز الثاني المبارك بن احمد بن خزع العامري، وصلت الاسماء ووصلت الشعارات، وصلت الاسماء ووصلت الشعارات. الله. وايضا هناك عوايد العبد الله بن مبارك بن ثاني الكتبي، من يتواجد في هذا التحدي الجميل والرائع والمميز هنا في هذا الشوط، شوط يحمل العديد من الاسماء ومن الشعارات القوية التي
توافدت من كل حدب وصوب من أجل المشاركة، من أجل التحدي والتنافس على أرضية ميدان الهباب، على أرضية ميدان الهباب. مع البداية الأولى مقدمة هذا الشوط هناك حشيمة، حشيمة في مكان الحشمة، في مكان الحشمة والرفعة على البداية الأولى. أهالي المملكة على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط تتقدم بتقدمها الممتاز وباندفاعها الجميل على البداية الأولى. لكن المركز الثاني دارية على المركز الثاني، دارية على المركز الثاني في هذا التعدي، العبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي في ثاني المراكز، وصل بن سرداح، وصل بن سرداح مع المركز الثاني مع هذا الشعار، مع شعار سالم بن سعيد بن سالم بن عمير الكتبي مع هذا التحدي المميز وغزلان لسلطان بن عبد الله بن محمد بن رفيعة. الفلوس وراهية لمبارك بن أحمد بن خزاعة العامري العامري، وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، اختلط الحابل بالنابل، ولكن حشيمة، حشيمة مصرة على المركز الأول بشعارها الممتاز، بشعارها الجميل، تبحث عن النقطة الثانية، تبحث عن النقطة الثانية لهذا شعار. الله 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 الله، المركز الثاني دارية، دارية هنا، هنا عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي، العميمي في ثاني المراكز. الله الله، لكن هنا، هنا البداية الأولى مقدمة هذا الشوط حشيمة، حشيمة 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 في مكان الحشمة، في مكان الحشمة، في مكان الرفعة على البداية الأولى، على البداية الأولى. لكن بن سرداح واصل، واصل بن سرداح واصل في هذه اللحظات مع انطلاقة، مع انطلاقة مهابة، مع اندفاعتها الجميلة. ولكن شوف، شوف لي غزلان، شوف لي غزلان سلطان بن عبد الله بن رفيعة الفلوسي، وبالقوم، بالقوم وصل. لكن البداية عندك، عندك الهاجري، هاجر الهاجري، هاجر بالسلام، هاجر بالسلام، راح راح لهالي المملكة للمنطقة الشرقية هناك في المملكة لبني هاجر، لبني هاجر. لكن أهالي الأحباب، أهالي الأحباب غادمين، غادمين، غادمين مع المركز الثاني. لكن الهواجر، لكن الهواجر على البداية الأولى راحوا، راحوا مع شيمة. حرك الهاجري، أهالي الأحباب غادمين بكل قوة، غادمين بكل قوة مع المركز الثاني، مع بالرفيع، مع هذا الشعار الخطير، مع هذا الاسم الخطير، مع غزلان. لكن خلاص البداية، سلام يا المملكة، سلام. ولكن بالقوم، بالقوم وصل، بالقوم وصل. لكن خلاص، خلاص راح، راح مع المركز الأول. المركز الثاني هناك السلمانية لعلي بن عتيج بالقوم على كتبي. المركز الثالث بقية المراكز لدى على خط النهاية. تهانين وناموس، التوقيت الزمني هو 7:51. تهانين وناموس لمالك حشيمة فهد بن بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري على هذا الفوز والانتصار.